السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس أحمد فوزي من أرترونكس. النهاردة إن شاء الله نبدأ نخش في الكنترول سيستم بعد المحاضرة اللي فاتت ما جهزنا الإنبوتس والأوتبوتس بتاعتنا. ونراجع سريعا كده، إحنا وقفنا لفين المحاضرة اللي فاتت؟ وقفنا إن أنا خلاص أنا عايز أدوس على الزرار ينور الليد، أدوس على نفس الزرار تاني يطفي الليد. طيب هل هتقدر تخلي المايكرو يميز دوست ولا ما دوستش؟ جينا اتفقنا إن إحنا لو دوست بيخش على المايكرو 0 فولت، لو ما دوستش بيخش على المايكرو 5 فولت، كده المايكرو يقدر يميز أنا دوست على الزرار ولا لأ. في المقابل انت عايز تاخد الاوتبوت اضاءه. طيب جينا قلنا لو احنا هنوصل ليد صغنن للتسهيل، ده بيتوصل على المايكرو كنترولر دايركت، مجرد ما يطلع 5 فولت من المايكرو كنترولر ينور الليد، يطلع صفر يطفي الليد وهكذا. طيب النهارده مش هيبقى شغلنا سلايدز، النهارده نبدا نشتغل على البرامج. هنبدا ببرنامج بروتس اللي هو برنامج السيميوليشن اللي احنا بنجرب عليه شغلنا. يعني ايه برنامج سيميوليشن؟ دلوقتي انت وصلت دايره وعايز تعرف الدايره دي شغاله ولا مش شغاله، هل لازم توصلها على الحقيقه؟ لا، ممكن توصلها على السيميليشن، والسيميليشن يديك النتائج هتشتغل ولا مش هتشتغل. طيب الاول هنبدا نجيب الحاجات بتاعتنا، الانبوتس بتاعنا. قلنا عندنا باتون بوش باتون عادي جدا، بوش باتون، والبوش باتون قلنا معاه مقاومه ريزيستور والاب ريزيستور، وقلنا معانا ليد اصفر، وقلنا بعد الليد معانا مقاومه. خلاص استدعينا المقاومه، مش محتاجين نستدعيها تاني. وهنيجي نقعد نقول ادي الباتون بتاعي اوكتيت بالشكل دوت، وادي الريزيستور معايا، وهنيجي نوصل من فوق في سي سي اللي هي ال 5 فولت اللي هي علامه الباور في بروتوس، هتلاقوها تحت التيرمينالز علامه الباور، والجراوند تحتيها على طول، وهنوصل الاثنين ببعض وناخد ديفولت او زي كونكتور كدهوت. ده بالنسبه لي الانبوت بتاعي. انا دلوقتي لو دوست على الزرار، قلنا في المحاضره اللي فاتت لو دوست على الزرار انت وصلت الان دي بالجراوند، بقى الفولت اللي داخل صفر. لو شلت ايدك من على الزرار مفيش تيار، مفيش مسارات التيار تمشي فيها، فالفولت هنا هو نفسه الفولت هنا لان ما حصلش فولتج دروب في المقاومه. طب عايزين نتاكد يا باشمهندس من الكلام دوت، هنجيب مثلا فولتميتر من بتوع بروتوس ونبدا مثلا نوصله على البنايه دي ونعمل بلاي ونشوف اري فولت كام. والله انا مش دايس دلوقتي، الراجل دوت اري 4.9995 فولت، يعني تقريبا كام؟ 5 فولت. مجرد ما جيت دوست الناس هتقول لي ما اتغيرتش، اقول لك لا هي اتغيرت 4.99 في اي اس ناقص 5، يعني 10 اس سالب 5. ده معناه ده كده 5 فولت فعليا، ده معناه رقم فولت صغير جدا جدا جدا. يعني من الاخر دوست اداني 5 فولت، ما دوستش اداني 0 فولت. طيب وبعدين جينا قلنا الناحية التانية هنجهز الاوتبوت بتاعنا للدات. ليد ادي ليد ومع مقاومة، المقاومة المعتادة اللي ما بنحطش مقاومات 10 كيلو مع الليدات والا مش هتشوف حاجة، لازم تدي تيار كويس يبدأ يمشي. وفي المعتاد بنحطها مقاومات 220 او 330 اوم. وهنا هنوصل الارضي، والديفولت بتاعها جاهز الليد ده كده نسميه مثلا الاوت. يبقى انا كده اهوت الليد ده لو جاله 5 فولت هيبدا ينور، ما جالوش 5 فولت جاله صفر او اي حاجه مش هيشتغل معاك. يبقى انا كده جهزت الانبوت بتاعي، انت قلت لي عايز تدوس على الزرار ينور الليد، عايز ادوس على نفس الزرار تاني يطفي الليد. جميل جدا، ده اللي احنا محتاجين بقى نوصله في النص عشان يبدا ياخد الانبوت وبناء عليه بروسيس ويعمل لي الاوتبوت اللي انا عايزه. طيب عندنا طريقين دلوقتي ان احنا نمشي فيهم، يا اما اشتغل بمايكرو سي اللي هو البيك مايكرو كنترولر، يا اما اشتغل بالاردوينو. طيب هتفرق معايا في ايه؟ الاردوينو اسهل شويه في الكتابه بتاعته، هيومن ريدبل، مش اسهل معناه ان انا بكتب عدد حروف اقل، لا ممكن المايكرو كنترولر عادي بكتب فيه عدد حروف اقل، لكن الكود بتاع الاردوينو اسهل كلوجيك واسهل كتقسيمه واسهل لو حد ما يعرفش اي حاجه اصلا عن الموضوع وجه قرا كود الاردوينو ممكن يفهمه شويه عن كود المايكرو كنترولر. فاينلي التاسك دي انا هطبقها بالثلاثه، هطبقها بالاردوينو، هطبقها بمايكرو سي، وهطبقها باردوينو عشان الناس تبقى مستوعبه الفكره اللي اردوينو بتقدمها. وبناء عليها هنبدا مثلا مايكرو سي، شغل البيك مايكرو كنترولر العادي جدا. طيب ده برنامج مايكرو سي اللي بنبدا نشتغل عليه البيك مايكرو كنترولر. هنقول مثلا عايزين بروجكت جديد، نيو بروجكت، يسألك شوية أسئلة، نوع المايكرو كنترولر اللي عايز تشتغل عليه، وليكن مثلا نختار بيك 18 452، احنا في 16 دلوقتي، كل ده 16 اف 18 اف 4 5
اتنين اهي باك 18 اف 4 5 2. وليكن مثلا الكريستال الصوره اللي احنا عايزين نشتغل عليها مش هتفرق بالنسبه لي كتير، مثلا خليها 8 دلوقتي، بس لازم زي ما هتعملها هنا تعملها في بروتوس زي ما هنشوف. وهنسميه مثلا ليد، وهنختار الفولدر اللي هنسجل فيه المشروع بتاعنا. هنختاره فين مثلا؟ تعالى نسيف الديسك توب مثلا، نعمل نيو فولدر مثلا اسمه ام سي مايكرو سي. اوكي طيب كده هو خلاص عرف البارامترز الاساسيه، نيكست 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 فنشت. طيب انت دلوقتي اشتغلت بيك 16 بيك 18 4 5 2، هتيجي نقعد في بروتوس وتقول له انا عايز بيك 18 اف 4 5 2 اهي، بيك 18 اف 4 5 2 خدها وتنزلها على الستيج هنا كده مثلا. ممكن نزيح الزرار ده شويه. تمام كده. من يعني المايكرو كنترول عشان يشتغل يا جماعه المفروض فيه بالنات للاوسيليتور وفيه بالنايه الماستر كلير، حاجه لازم تاخد فولت وفي سي سي وجراوند وقصص كتيره كده. ما يعنيش فيها في السكشن اللي انا فيه دلوقتي دوت، غير مثلا انت عشان تشغل بيك 18 تحديدا لازم توصل الباور على رجل واحد اللي هي بتاعت الماستر كلير وبناء عليه. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز لما ادوس على الزرار دوت ينور الليد ده، لو جيت على نفس الزرار تاني يطفي الليد دوت. اعملها ازاي؟ هتختار البنات اللي انت هتوصل عليها على المايكرو كنترولر الاول، وليكن مثلا هتوصل الليد مثلا على ار سي 0، تبقى تيجي مثلا هو ممكن بالمناسبه اوصلها دايركت كده والغي خالص الجزء دوت، يبقى هي متوصله دايركت. اصل انا بحب الجين، بحب التوصيل يبقى منظم شويه، ان انا اجي مثلا هنا اهوت اقول له ايه؟ اقول له البن دي هي نفس بن الاوت، هما كده اوتوماتيك لما الاثنين نفس الاسم يبقوا اتوصلوا ببعض. طيب وبعدين البنايه الان دي مثلا وليكن، طب انا دلوقتي وصلت الاوت على مين؟ على بنايه اسمها ار سي 0 اللي هو اول بن في بورد سي، الثمانيه دول بتوع بورد سي. وليكن مثلا هاجي اوصل الانبوت بتاعي على البن اللي هو الان على البنايه ار دي 0، يبقى هنا اهوت ده البن الان بتاعي. كده خلاص انا خلصت التوصيل بتاعي. باي بقى ان انا ابدا اقول للمايكرو ايه؟ لما يداس على الزرار اللي هي بالنسبه للمايكرو، لما الان دوت بيساوي صفر نور الليد لو كان مطفي، لو اتداس عليه تاني يعني او اطفيه لو كان منور، يعني كل ما اتداس على الزرار ده من الاخر، يعني كل ما تلاقي البنايه دي بقت بصفر مطلوب منك انك تعمل ايه؟ تعكس الحاله اللي الليد عليها. جميل جدا. نيجي بقى نكتب له الكلام ده ازاي في الكود، ازاي افهمه الكلام ده بلغته. طيب زي ما احنا شايفين اصلا كود مايكرو سي فتح لي على void main، نكبر الخط شويه عشان الناس تبقى شايفه معانا بس الكلام، خليها 20 مثلا. اوكي 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 ماشي اوكي. طيب اول خطوه الناس تعرفها عن المايكرو كنترولر ان كل بنات المايكرو كنترولر بتاعتي عباره عن بنات انبوت مش بنات اوتبوت. جميل جدا. طيب يعني ايه؟ يعني انت عشان توصل بنايه انبوت انت اللي طلع عليها الفولت الهاي واللو، مش انت اللي بتبعت لها. يعني بص الفرق بين البنايه الانبوت دي والبنايه الاوتبوت دي. البنايه دي لو جيت لقيتها ب 5 فولت مثلا، ده معناه ان المايكرو طلع عليها 5 فولت. ان البنايه دي لو جيت لقيتها ب 5 فولت دي مش معناها ان المايكرو طلع عليها 5 فولت، ده معناها ان انت مش دايس على الزرار، ده حدث خارجي هو اللي بيتحكم فيها. وبناء عليه لو انت عايز البنايه اوتبوت بتتكلم على ريجستر اسمه تراي ستيت ريجستر، تجي تقول له ترايس سي بيساوي 0. انا مش هخش يا جماعه في التفاصيل للمايكرو كنترولر، انا بس عايز اوريكم حاجه بسيطه اللي هيتشرح بالتفصيل ان شاء الله هو قرب مني، بس انا عايز اوري الناس حاجه بسيطه ان نفس الشغل اللي كانوا بيشتغلوا بالمايكرو كنترولر العادي يقدروا يعملوه. يعني اللي مش هيفهم الحته اللي جايه ديت او مش هيفهم يعني ايه ترايس والكلام دوت، مش مشكله، مش طالب منك تفهم اكتر من 50% منه. طيب بعد كده بعد ما قلت ترايس بقول له ان بورت سي كله بيساوي صفر، او نتكلم على البنايه اللي احنا عايزينها بتاعتنا تحديدا اللي هي ار سي 0 اندرسكور بت بتساوي صفر. كده المايكرو كنترولر هيقوم هيخلي بورت سي كله اوتبوت، انا قلت له ترايس سي كله، وبعدين طب لو انا عايز اخلي البنايه بتاعت ار سي 0 بس هي الاوتبوت، تيجي تقول له ترايس سي 0 اندر سكور بت بتساوي 0. كده انت قلت له البنايه ار سي 0 خليها لي اوتبوت، وبعد ما تخليها اوتبوت ما تخليهاش منوره، خليها ايه؟ مطفيه. ده اللي انا كتبته ككودنج دلوقتي. جميل جدا. وبعدين من اول هنا دي نيجي بقى نبدا اللوب بتاعتنا اللي هي هتقعد بتتكرر كذا مره. يعني ايه هتتكرر كذا مره؟ يعني انت دلوقتي عايز الكلام دوت يتنفذ مره واحده ولا باستمرار؟ في اي لحظه يدوس على الزرار الاكشن دوت يتنفذ؟ لا انا عايزه على طول. يبقى هنيجي نعمل شكل اسمه وايل 1 او 4 سيمي كولوم سيمي كولوم، ده اسمه فاينايت لوب. يعني ايه فاينايت لوب؟ يعني الكلام اللي ما بين الاقواس ده هيقعد يتكرر الى ما لا نهايه، والكلام ده هيتنفذ مره واحده بس. طيب هل انا محتاج ان دول يتنفذوا كذا مره؟ لا، انا محتاج ان البنايه اوتبوت دي تتنفذ مره واحده، وان البنايه
تبقى في اول ما تشتغل مطفيه. الكلام ده مش محتاج يتنفذ غير مره واحده بس، لكن في كود انا محتاجه يتنفذ معايا باستمرار، عشان كده بتلاقي الكود بتاعك بينقسم لحتتين بقى، حته بنسميها السيت اب وحته بنسميها اللوب. والاردوينو فعليا زي ما هنشوف حالا فصل الاجزاء دي عن بعضها. طيب وبعدين ايه اللي هقوله له في اللوب؟ انت عايز تقول له لما يدوس على الزرار بالبلدي كده، نقولها بالبلدي، لما يدوس على الزرار والليد منور اطفي، لما يدوس على الزرار والليد مطفي نور. ده بمنتهى البساطه اللي انا عايز ايه اقوله له دلوقتي. طب لما يدوس على الزرار دي بالنسبه له يعني ايه؟ يعني لما ان بتساوي صفر، ان دي بالنسبه للمايكرو اللي هي مين؟ اللي هي ار دي 0. يبقى هتيجي هنا وتبدا تقول له اف ار دي 0 اندرسكور بت بتساوي تساوي صفر. لو ار دي 0 بتساوي صفر انت بتقول لي في شرط، في حاجه ثانيه تسالها عليه؟ اه، لما يدوس على الزرار. طيب احنا الاول لو جينا قلنا له اف ار دي 0 بتساوي صفر وقفنا على كده، ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده نشوف. هتيجي هنا وتقول له مثلا ار سي 0 اندرسكور بت مثلا اللي هي الليد دايه بتساوي واحد، يعني ينور الليد. كده انت عملت لما يدوس على الزرار دوت هيعمل ايه؟ هينور الليد. طب لو دوست عليه تاني هينورها برضه. يبقى انا بالنسبه لي مش كفايه ان انا ابقى دايس على الزرار عشان اخد قراري، لا انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ طب ما تيجي نجرب الكلام ده، اعمل كيوت والناس تشوف بس عشان تستوعب. اوكي انا عملت بيلد هنا، ونيجي نقعد دبل كليك، نختار الكريستاله، كنا اخترناها 8 تقريبا، خلي دي 8 زيها. وهنيجي على الديسك توب مايكرو سي الليد. اوكي بلاي. الناس تبقى فاهمه الاول، اللون الاحمر ده معناه هاي واللون الازرق معناه لو. واضح دلوقتي ان انا مش دايس لان داخل عليه ايه؟ هاي. والليد زي ما بدات قلت له البنايه دي خليها لي اوتبوت، خليها لي اوتبوت، وبعد كده خلي البنايه بصفر. واضح ان البن عليها لون ازرق. طب لو جيت دوست على الزرار لاحظوا كذا حاجه بس حصلت. اولا دوست على الزرار غيرت شكل الفولت اللي على البنايه ان للون الايه؟ الازرق، صح كده اهوت. فبالتالي ايه اللي حصل؟ زي ما انت كنت كاتب في الكود، انت كتبت في الكود لما ادوس على الزرار خلي البنايه بكام؟ بواحد. هو ده اللي فعليا اللي حصل، طلع من البين 15 واحد، من البين 15 اللي هي ار سي 0 وهاي راح منور الليد. طب انا عايز ادوس تاني عليها اطفيها. يبقى الحاله دي مش كفايه لوحدها، امال ايه المطلوب مني بعد كده؟ مطلوب منك انك تيجي تقول له لما يدوس على الزرار اند ار سي 0 اندرسكور بت بتساوي صفر، لما يدوس على الزرار والليد مطفي هتعمل ايه؟ هتنور الليد. طبعا بعديها لازم نعمل ديلي عشان يديني فرصه اشيل ايدي لما الاقيش الليد مثلا عمال بيرعش، يعني بينور بيطفي بسرعه، لا اعمل كده. وبعدين هتيجي تقول له اف كونديشن تاني، اف ايه تاني بقى؟ ان الزرار يداس عليه برضو بس المره دي الليد كان منور، اطفي الليد. يبقى انا اللوب بيحصل فيها كالتالي، لما يداس على الزرار ده اول شرط، والليد مطفي نور الليد، لما يداس على الزرار والليد منور اطفي الليد. بيلد الكلام ده بلاي. جينا اشتغلنا، لما ادوس على الزرار نور الليد، دوست على الزرار تاني طفى الليد، دوست على الزرار تالت نور الليد، رابع طفى، وهكذا مستمرين معانا. في الناس المحترفين في المايكرو يبدأوا يقولوا يا باشمهندس الكود دوت ممكن يتكتب بطريقه اسهل. بالظبط، اللي هي ايه؟ اقول له لما ادوس على الزرار اعكس حاله الليد. خلي بالكم يا جماعه، انا دلوقتي بقول له لما ادوس على الزرار والليد مطفي نور الليد، لما ادوس على الزرار والليد منور اطفي الليد. طب واحد يقول لي طب انا ممكن اقول له يا باشمهندس لما ادوس على الزرار اعكس لي حاله الليد، هقول له كلامك صح، بس احنا التوتوريال للمبتدئين شويه مش عايز ابدا اشتغل فيها بالشكل ده. فهنعمل ايه؟ هنيجي نقعد دلوقتي نبدا نقول لما ادوس على الزرار ار سي 0 اندرسكور بت بتساوي نوت ار سي 0 اندرسكور بت. ايه الكود ده يا باشمهندس؟ لما ادوس على لما ادوس على الزرار ار سي اللي هي البنايه بتاعت الليد بتساوي ايه؟ بتساوي نوت نفسها. يعني ايه؟ يعني لو كانت بواحد نوت واحد بزيرو، لو كانت زيرو نوت زيرو بواحد، وهكذا. بتعمل الديلي عادي جدا، هيديك نفس الاكسكيوشن نفس التنفيذ اللي احنا عملناه، بس الكلام دوت للناس اللي هي اقوياء شويه في المايكرو اللي هم فاهمين التاسكس بتتحقق ازاي والكلام ده بيتنفذ ازاي. هو ده نفس الاكسكيوشن، دوست طفى شغل طفى شغل طفى. يبقى انا ما عنديش مشكله في التنفيذ في اللحظه. انا عايز ارجع معلش للكود التاني بس عشان هو اسهل للمبتدئين ولوجيك شويه للقرايه. لما ادوس على الزرار والليد مطفي نور، لما ادوس على الزرار والليد منور اطفي، وهكذا. طيب كده انا حققت التاسك المطلوب مني، واعتقد ان هو واضح تماما بلغه المايكرو سي العاديه، المايكرو كنترول اللي احنا فاهمينها. دوس نور اطفي، ده التاسك اللي انا كنت عايز اوصل له من الاخر. طيب اقدر اعملها بالاردوينو برضه مش لازم المايكرو سي. طيب نبدا نفتح الاردوينو، بس الاول هنيجي هنوت نشيل بقى المايكرو كنترولر، نيجي نبدا ننزل الاردوينو.
اردوينو اونو. طبعا اردوينو مش موجود باي ديفولت في بروتس، احنا بنضيفه بايدينا، وان شاء الله الملفات هتلاقوها موجوده على الصفحات بتاعتنا. ماشي، اردوينو اكبر شويه من الراجل ده، محتاجين نبعد بس البنز شويه ونرجع بالزوم. اوكي طيب، الاردوينو زي زي المايكرو كنترولر اللي بالنات انبوت اوتبوت عاديه جدا، ونفس السيكونس اللي اشتغلناه في البرمجه. وليكن مثلا هاجي اوصل ال ابدا اختار عفوا ابدا اختار اوصل الانبوت والاوتبوت بتاعي فين. وليكن مثلا هوصل الاوتبوت على البين 13، يبقى اقول له البين 13 دي هي الاوت، والبين 11 مثلا هي الان. كده باقي لي زي ما عملت هناك ان انا اكتب كود الاردوينو. طيب هنبدا نفتح برنامج الاردوينو. طيب احنا اول ما فتحنا المايكرو سي كان في فويد مين، صح كده؟ اهوت الداله الاساسيه بتاعت اي لغه برمجه. لا، في اردوينو الداله مقسومه لحتتين، فويد سيت اب دي اللي فيها الاوامر اللي بتتنفذ مره واحده. بعد كده هنا اهوت فويد لوب، دي اللي احنا كانت عندنا في مايكرو سي وايل 1. جميل. وبعدين يا باشمهندس، بس طب احنا هناك قلنا في ايه لحد فاكر في مايكرو سي؟ قلت له خلي البناء اوتبوت وبعد كده خليها بزيرو، صح كده؟ نفس الكلام ده اللي هيتعمل عندي هنا. هتيجي تقول له بن مود، وده هنا يبدا يظهر الفرق ما بين اردوينو ومايكرو سي. بن مود مثلا 13 العاليه للدايه انا عايزها اوتبوت، صح كده؟ وبعد كده عايز اقول له خلي قيمتها بصفر، تستخدم الفانكشن اللي اسمها ديجيتال رايت 13 لو. ميزة بقى الاردوينو يا جماعه مايكرو سي يعني ان الكلام بتاعه هيومن ريدبل، يعني ايه؟ اقدر اقراه افهمه. يعني لو واحد ما يعرفش اي حاجه ويقرا بين مود 13 اوتبوت، ببساطه يفهم ان البنات 13 بقت اوت، بعد كده ديجيتال رايت البنات 13 لو، البنات 13 اتكتب عليها لو او هاي على حسب ما انا عايز. لوجيك شويه لما تيجي تقول له ترايز بي ترايز سي بي يساوي زيرو، يعني ما فهمش هو يعني ايه ترايز سي زيرو اندرسكور بيب تساوي زيرو او ار سي زيرو. لازم حد متخصص عشان يبقى فاهم الكلام ده، وده اللي احنا بنقوله دايما بين الاردوينو والمايكرو سي. طيب وبعدين اللوب، جيت قلت له ايه انا في اللوب هنا؟ اف، يعني شايفين الشكل ده بالظبط كده اهوت، اف ان انا دوست ان البنايه دوست على الزرار، صح كده اهوت؟ طيب الزرار انا موصله على انهي بن هنا اهوت؟ فين البروتوس؟ الزرار انا وصلت على البن 11، صح كده اهوت؟ هتيجي هنا تبدا تقول له اف، اف ايه؟ عايز اساله على البنايه 11 اسمها فانكشن اسمها ديجيتال ريد، مش رايت المره دي، اف ديجيتال ريد للبنايه 11 بتساوي تساوي لو، صح كده اهوت؟ اند خدها كوبي بقى عشان هنكررها كذا مره. اند ديجيتال ريد للبنايه مين؟ 13 المره دي بتساوي تساوي لو برضو. لو الاثنين قراياتهم معاك لو هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تخلي ديجيتال رايت على البنايه 13 المره دي هاي، بعد كده تعمل الديلي اللي انت عملته، بس المره دي مفيش ديلي ملي سكند، هو فانكشن ديلي على طول في اردوينو. كوبي جيت هنا اهوت، اف ديجيتال ريد 11 بلو اللي هو الزرار، دوست على الزرار، بس المره دي 13 كانت كام؟ كانت بهاي. ايه اللي هيحصل؟ ساعتها ديجيتال رايت على 13 لو. اوكي كده؟ طيب فيريفاي الكود. هو انا بس عايز الناس تلاحظ مدى التشابه بين الكودين، يعني الكود اللي انا كتبته سواء في مايكرو سي هنا اهوت او في اردوينو، هما الاثنين نفس القصه، اختلاف اسامي الفانكشنز. هنا اهوت مثلا دي اسمها مختلف، ديلي هنا اهوت ملي سكند، هناك اسمها ديلي، بس فروقات بسيطه ما بينهم. طيب فيريفاي الكود، فيريفاي الكود، وبعد كده ابدا اعمل سيميليشن على البروتس. هنيجي ندوس هنا اهوت دبل كليك ونختار البروجرام فايل. طبعا ان احنا نجيب الكود بتاع اردوينو موضوع رخم شويه لانه بيرميه في التمب، بس احنا مثلا الديزاين بتاعنا السكتش اسمه سكتش 2 ابريل، فاحنا مسجلين المسار اللي هو بيبدا يسجل فيه الحاجه. اوبن فايل لوكيشن، هيطلع لنا دلوقتي ملف الهكس. هو بيبقى متسجل في مكان في التمب يا جماعه، يعني لو حد حابب يعمل عليه سيرش او كده. سكتش 2 ابريل اهو، كوبي بيست شورت كات على الديسك توب، خلاص كده بقى معايا الديسك توب. هاجي هنا واقول لهم على الديسك توب انا عايز سكتش 2 ابريل، اوكي. واجي هنا بقى اعمل بلاي. طيب تعالوا بقى نبدا نشوف. زوم سنه خفيفه بس كده.
طيب واضح ان البن 11 عليها هاي وانا مش دايس على الزرار زيها زي المايكرو العادي، مفيش مشكله. جيت دوست على الزرار، اللي حصل طول ما انا دايس بيقلب مفيش مشكله، بس مش هي دي مشكلتي. دوست دوسه طفى، دوست دوسه ثانيه نور، نفس الشغل تاني. طب لو فضلت دايس هتلاقيه عمال بيقلب كل نص ثانيه بيقلب الشكل الموجود معاك. لكن فاينل الفانكشن الاساسيه بتاعتي دوست طفى دوست نور، يبقى قدرت اعملها بالاردوينو زي ما قدرت اعملها قبل كده بمايكرو سي، ما عنديش مشكله في الكلام ده. طيب ايه بقى اردوينو دورها ايه في الموضوع ده كله اللي احنا عمالين بنتكلم فيه ده؟ اردوينو يا جماعه هي الفكره ان هي بلجن لمايكرو سي، تقدر تكتب عليها الكود بطريقه المايكرو كنترولر القديمه العاديه جدا اللي احنا بنتكلم عليها، وفي نفس اللحظه تقدر تكتبه بالطريقه بتاعه الاردوينو لو انت عاجبك شكل الكتابه بتاع الاردوينو. طب ازاي يا باشمهندس نعمل الكلام ده؟ طبعا الاول محتاجين نحمل البلاجن بتاعت اردوينو ذات نفسها، مثلا على الموقع اردوينو في الداونلودز هنلاقي البرنامج اللي هو البلاجنز انستولر ده، بينزل مكتبات اردوينو جوه مايكرو سي وبينزل لك السيميوليشن على بروتوس 7 وبروتوس 8. نعمل له داونلود، البرنامج مساحته صغيره جدا مش كبيره، سجله على الديسكتوب مثلا فولدر ار اب دي ده مثلا، ماشي اوكي، سيف ستارت اوكي، الداونلود تم، اوبن فولدر اكستراكت. طيب هنبدا نشغل. طبعا يفضل يا جماعه يفضل ان احنا نشغل ران از ادمنستريتور حسب السكيورتي بتاع الاجهزه. وبعدين هنا بيقول لك ان مايكرو سي انستولد، طيب يبقى تقدر تنزل البلاجنز لو انت مش مسطب مايكرو سي اصلا. الزرار دي مش هتبقى متفعله، وان بروتوس 7 كمان انستولد وبروتوس 8 انستولد بس البلجنز نوت انستولد. طبعا دلوقتي عايز، طيب مستحسن طبعا نبدا نقفل مايكرو سي. يس سيف اي شغل مفتوح، وهنيجي نقعد مثلا نسيف برضه دوت في ام سي مثلا، ونقفل الكلام ده. بعد كده هبدا اقول البلجنز بتاعت مايكرو سي انستول، تمام، البلجنز بتاعت بروتوس انستول برضه تمام، وبروتوس 8 انا شغال على 7 بس برضه بالمره ده، هنعمل انستول كده كل البلجنز انستول. طيب هتفرق معايا في ايه؟ تعالى بقى نفتح مايكرو سي دلوقتي. لما تيجي تقول له مثلا بروجكت نيو بروجكت زي ما احنا كنا ماشيين قبل كده، هتلاقي في اوبشن جديد زاد معاك اللي هي بي 18 اردوينو كات. مش بس كده، لا المره دي تختار مثلا بي 18 اردوينو كات. طبعا ساعتها الكريستال اجباري لازم تبقى 16 لان الكريستال اللي راكبه على الكات عندنا 16، وهتكمل شغلك عادي جدا فينيش من غير اي مشاكل. طيب اول حاجه عايزين نتفق عليها ان كود السي القديم هيشتغل زي ما هو من غير اي مشاكل. لو جيت خدت الكود ده كوبي كده اللي انا كتبته بالسي وعملت له بيست، الكود ده هيشتغل بدون اي مشاكل. بيلد الكود ده. طب عايز اعمل له سيميوليشن باشمهندس على الاردوينو، هقول لك ساعتها تعالى بقى نفتح بروتوس تاني مثلا، اخر ديزاين كنا شغالين عليه. شيل بقى اردوينو ونزل اردوينو، هتلاقي طبعا بعد الانستول بتاع البلجن بتاع مايكرو سي هتلاقي اردوينو بقت موجوده معاك في بروتوس، سوري البلجن بتاع بروتوس. طيب هنلاحظ في ايه في اردوينو؟ ان هي نفس تقريبا مايكرو كنترولر 452، نفس البنات الانبوت نفس البنات الاوتبوت، مفيش اي حاجه جديده فيها. كل اللي انت بس محتاج توصله هتحط الان فين والاوت فين. طب احنا كنا حاطين الان على ار دي 0 لو الناس متابعه، يبقى هاجي مثلا هنا اهوت ابدا اقول له الان ار دي 0 تحت هنا، انا بس عايز الكود يشتغل زي ما كنا مشغلين قبل كده. وبالنسبه للاوت انا على ار سي 0. البروجكت بتاعي المره دي انا مسميه ماي بروجكت، نعمل له بيلد ونيجي نختار الكود بتاعنا ماي بروجكت اهو اوكي بلاي. هنوصل بس الماستر كلير، احنا اتفقنا لازم نوصله اللي هي البنيه بتاعت الريسيت لازم تتوصل ب 5 فولت عشان 8 بيك 18 4 5 2 اصلا تشتغل. بلاي، طيب دوسنا على الزرار اللي ده نور، دوسنا على الزرار تاني اللي ده طفى، عمليه التحكم ماشيه عادي جدا زي ما كنت شغال على السي. طيب يعني دلوقتي باشمهندس على مايكرو سي كتبت بنفس لغه السي، انا مش حاسس باي اضافه جديده يعني. فاقول لك يعني الاضافه انك ممكن كمان تكتب بكود الاردوينو. ازاي؟ هتسرع مكتبه الاردوينو الاول، هاش انكلود اردوينو دوت اتش، نعمل بيلد الاول نتاكد ان المكتبه والملف استدعي مفيش مشكله. طيب الكلام اللي انت كتبته هنا ده بقى ما بقتش محتاج تكتبه بالتراي ستيت بلغه السي، انت ممكن تاخد الكود من اردوينو كوبي
مع اختلافات بسيطة يعني. بان مود هنا تقدر تستخدمها، بس الخلاف الوحيد ان ما بقاش في، ما عندكش في بان اسمه 13 او بان اسمه 11، لان البنات هنا ليها اسماء. وليكن مثلا في اردوينو مثلا احنا موصلين هنا الان على البنات دي 0، يبقى انت الانبوت بالنسبة لك هو دي 0، موصلين الاوتبوت على سي 0، يبقى بالنسبة لك الاوتبوت هو سي 0. فتيجي تقول له بان مود سي 0 اللي عليها الداية اوتبوت، وبعد كده سي 0 تخليها لي بكام؟ بلو. وبعدين هتيجي نقعد تبدا تقول له اف زي نفس كود الاردوينو بالظبط، حتى ناخدها كوبي وهاجي هنا اشيل الكلام القديم ده، الديلي زي ما هو ملي سكند ما فرقناهوش لان مش مستاهله يعني ان احنا نضيفها. ديجيتال ريد 11، مش هتبقى 11 بقى المره دي، هتبقى دي 0. ديجيتال ريد 13 دي اللي هي الاوتبوت اللي هي مثلا سي 0. وبعدين هنيجي هنا 11 بالنسبه لي اللي هي سوري هنا الاول هتقول له سي 0 خليها لي هاي، وهنا دي 0 هنا بام سي 0. كده انا كتبت بنفس اللوجيك الاردوينو ماشي بيه. سي 0 سمول سوري. اوكي تمام كده الكلام بيتكتب سمول سوري. سي 0 اوتبوت ديجيتال رايت. بعد كده دخلت في الفاينيت لوب بتاعتي اف ديجيتال ريد اند ديجيتال وهكذا بيلد الكلام. هنيجي هنا هو نفس الكود متحمل عليه، مش محتاجين نعمله تاني بس ممكن نسيبه بلاي كده. دوسنا على الزرار نور ليد، دوسنا على الزرار تاني ما نفذش الليد دي، ما احنا اكيد في حاجه غلط في الكود. نرجع له سريعا. ايون بالظبط قلنا هنا البنات 13، لا المفروض البين سي 0، ما بقاش في حاجه اسمها بين 13. المايكرو بيقول لها ما اعرفش مين 13 يعني كده الطرف الاولانيه صح، اشتغلت صح. بلاي نور طفى نور طفى، ما عنديش مشكله. يبقى احنا يا جماعه بنلخص. طب حد يجي يقول لي يا باشمهندس انا بس عجباني بقى كمان فويد لوب وفويد سيت اب والكلام ده، انا حابب ان انا اشتغل بفويد لوب وفويد سيت اب والكلام ده، اقول لك ساعتها الموضوع بسيط جدا. هتيجي بقى فوق الفويد مين تقول مثلا فويد سيت اب، وتاخد اللي انت بنحطه في السيت اب في المايكرو كنترولر. سوري ملف السي فتح فين اهو void setup اهي كده بقت زي الاردوينو، كده بقت زي الاردوينو. وتيجي تحتيها تقول له void loop وتحط اللي انت حطيته في اللوب هناك في الاردوينو اللي هي كانت while 1 بالنسبه لنا في شغل المايكرو سيك، كات الكلام ده حاج وهنا اللوب صح كده اهوت. وبعدين هتيجي في المين بقى اللي هي الداله الاساسيه بتاعتك، تكتب له بمنتهى البساطه setup تحتيها لوب، وانسى خالص المين دي وخليك شغال فوق زي ما انت void setup وفويد لوب. الموضوع بسيط جدا، هديك نفس التنفيذ نفس الاكسكيوشن، تعالوا نجرب ونشوف هل في اي ايرور حصل في اي اختلاف. بلاي دوسنا على الزرار الاول ما نفذش معانا، حاول نبص ليه. اها في خطا فادح نسيناه هنا، المفروض نحط له اللوب دي ما بين واي 1 عشان يقعد يكررها باستمرار. بل ده كده كده اللوب عماله بتتعاد كل شويه، اول مره لا ده هينفذها مره واحده وخلاص على كده. بلاي تمام شغال مظبوط معانا كده اهوت بنفس الشكل اللي احنا عملناه قبل كده. وبكده يبقى احنا قدرنا ان احنا نطبق الكلام دوت على الليد زي ما اتفقنا بمنتهى البساطه. طب هل اقدر اطبقه في نفس اللحظه يا باشمهندس مع الترانزستور وريلي؟ اكيد طبعا، بس هنحتاج ان احنا نفك الليد ونوصل ترانزستور وريلي. المحاضره الجايه ان شاء الله يا جماعه هنشتغل الكلام دوت عامل على الاردوينو وكده، هيبقى تصوير لايف مش من الكمبيوتر، وان شاء الله نبدا نوضح فيها الليد هنتعمل ازاي في الحقيقه، واللمبه لو حبينا نعمل لمبه حقيقيه هتتعمل ازاي. شكرا.